أهلا 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 بحضراتكم. خلونا أولا نرحب بدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. منورنا دكتور. ربنا يخليك فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ نحمد الله عليك. خلينا الأول هبدأ بالأعباء الملقى على الاقتصاد المصري نتيجة ما يحدث في العالم بدءا من الكورونا ذهابا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن. بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا نقول النهاردة الاقتصاد المصري كان يعني قبل 8 سنين كان اقتصاد منهك، طالع من أزمتين سياسيتين ثورتين يعني أنهك بالكامل. في خلال الثمان سنين دول كانت الدولة انتهجت نهج إصلاحي في كافة قطاعاتها، لإصلاح اقتصادي، إصلاح في البنية التحتية، إصلاح في البنية التشريعية. اللي احنا طلعنا منه في نهاية 2019 كان وضع جديد خالص، ابتدينا نرسم شكل الجمهورية الجديدة زي ما بنقول كده. في بدايتها ابتدت ثمار برامج الإصلاح تؤتي ثمارها. اللي ابتدينا كنا بنقول ان بدايه 2020 هي اقتناص الفرصه، مصر بقت فرصه واعده للاستثمار، ابتدت الاثار السلبيه اللي كانت بتعوق الاستثمار وطردت في فتره من فترات المستثمر الاجنبي تمت تلافيها، والقياده السياسيه تدخلت بشكل مباشر لحل كثير من العقبات اللي كانت بتواجه المستثمر الاجنبي. شفنا تدخل مباشر لمسيره الرئيس لتذليل العقبات، كانت طارده للاستثمار الاجنبي، حتى يمكن في الطاقه والمشروعات التكرير الشريك الاجنبي طرد وكان ليه مديونيه كبيره جدا. شفنا لجهود الدوله او حسن الجوار وحسن الطالع بنقول الرؤيه الاستباقيه وترسيم الحدود اللي وصلتنا لاستغلال مياهنا الاقتصاديه اللي تحصلنا من خلال كده ان احنا نقدر نستغل المياه الاقتصاديه سواء في البحر الاحمر او المتوسط ونصل الى حقل زهر اللي نقلنا في 2018 بدل ما كنا دوله مستهلكة وبتستورد البوتاجاز لسد احتياجاتها، إلى أن احنا انتقلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي وانتقلنا بعد كده لمرحلة التصدير وبقينا في مصاف الدول اللي بينظر إليها العالم كمصدر أمان للغاز الطبيعي وكمصدر إقليمي لتبادل الطاقة. دخلت علينا بداية 2020 يعني صدمات، كان امتحانات شديدة جدا، كان بدايتها طبعا أزمة كورونا اللي تسببت في توقف عجلة الإنتاج على مستوى العالم كله، وبعد كده تلاتها الأزمة الروسية الأوكرانية. يدوك العالم كان في بداية التعافي من أزمة كورونا، دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية اللي كانت أكثر حدة لأن الآثار الاقتصادية بتاعتها كانت سريعة وتسببت اللي احنا وصلنا النهاردة. العالم كله النهاردة بيشهد مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة، النهاردة العالم كله بيشهد معدل التضخم، ارتفاع معدل التضخم خلى الناس كلها حتى بقت اللي كان ليه في الاقتصاد أو اللي مالوش بعرف يعني إيه التضخم بيتابع معدل التضخم وارتفاعاته. وصلنا لمرحلة الركود الناتج عن التضخم اللي هو بنسميه الركود التضخمي. كل دوت طبعا أثار سلبية حجمت، يعني بنقول احنا كنا بنقول الحصان الاسود في 2019 وبنقول ان الاقتصاد المصري هينطلق بقى النهارده. دي كل الامور ديت بقت في ضغط على الاقتصاد الدوله المصريه بقى في، يعني بنقول الحمد لله مصر في ظل الازمتين فضلت برضو محافظه على مكتسبات الجهود اللي اتبذلت في الثمان سنين، فحافظت عليهم ان احنا بقينا بنحقق معدلات نمو ايجابيه، لكن بس مش بالقدر اللي احنا كانت رسماه الدوله او رسمها القياده السياسيه للاقتصاد المصري. النهارده لما نشوف الازمه اللي احنا فيها النهارده، اللي صحيح يعني الحمد لله بنقول قادرين ان احنا نتعامل مع مستجدات الاحداث، عندنا الامور اثار السلبيه اللي لقيتها الازمه الاقتصاديه العالميه النتيجه عن الازمه الروسيه الاوكرانيه وتضرر سلاسل الامداد والتوريد، يمكن على قد ما فيها مساوئ على قد ما القت بالضوء او سلطت الضوء على ثمار الجهود اللي اتبذلت في الثمان سنين. النهارده لما نشوف الازمه يمكن احنا مشكلتنا احنا كمصريين ما بنحسش يعني باللي احنا نتعامل الا لما بتيجي يتسلط عليه ضوء من ازمه او في موقف شديد نعرف اللي اتعمل ايه. النهارده لما نشوف بدايه الازمه والتضرر، كان اول حاجه تضرر سلاسل التوريد والامداد اللي تخص القمح، كان طبعا فازع كبير جدا للعالم كله. الحمد لله ابتدينا نستشعر قيمه المشروع القومي اللي بذلته الدوله او انتهجته الدوله كواحد من ضمن مشروعات كتير كمشروع قومي للصوامع. عرفنا المشروع القومي لزيادة الرقعة الزراعية، عرفنا ان النهاردة في امور اتبذلت لزيادة القدرة الاستيعابية في كافة الامور التخزينية، زيادة القدرة الاستيعابية لتخزين المواد النفطية، زيادة القدرة الاستيعابية للأقماح والغلال، الشون اللي اتعملت اتغيرت من شون ترابية لصوامع إلكترونية. كل هذه الامور طبعا بالاضافة الى 7000 كيلو طرق اللي تم فردهم على مستوى الجمهورية اللي كانوا هم بنقول بداية التنمية، أو يعني أنا بوصفها دايما بداية التنمية هي الطريق.
7000 كيلو طرق اللي تم فردهم على مستوى الجمهوريه كانوا هم الدافع ان احنا ننتقل من 7% بس استغلال حيز عمراني فقط من مساحه مصر الى نضاعف هذه الكميه المساحه اللي بين تخطينا ال 14% في خلال اقل من 8 سنين. طيب انا هستاذن حضرتك، هطلع فاصل كويس، وعايز ولا قبل الفاصل؟ ينفع قبل الفاصل بس حتى في عجاله كده، في العجاله في العجاله. احنا هيبقى السؤال هو لو ما كناش عملنا مشروع الصوامع كان هيحصل ايه؟ لو ما كناش زودنا الرقعة الزراعية كان هيحصل ايه؟ لو ما كناش زودنا قدراتنا من تخزين الوقود او تحديدا المواد النفطية كان هيحصل ايه النهاردة يعني؟ لو ما كناش اشتغلنا على مشروعات الطرق والمحاور المختلفة كان هيحصل ايه؟ لو ما كناش زودنا المساحة العمرانية كان هيحصل ايه؟ ادي خمس حاجات اهو. تمام. وهروح للفاصل ونرجع نجاوب عليهم وبعدين نبدا نتناقش في مساله اهميه الاجراءات اللي تم اقرارها النهارده في صبيحه هذا اليوم. تمام. استنونا بعد اذنكم. اللي فات ده حلو قوي على فكره، قوي، والمزيكا بتاعته كمان حلوه. طب خليني الاول اجدد الترحيب مره ثانيه بضيفنا العزيز دكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكليه السياسه والاقتصاد بجامعه السويس. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا دكتور. وكنت بسال لو ما كناش الخمس اسئله اياهم دول، لو ما كناش اشتغلنا على موضوع الصوامع كان هيحصل ايه؟ طيب احنا نقول بس ان مصر لما اشتغلت في كل القطاعات على التوازي، ويمكن هو ده كان الصعوبه، يمكن الصعوبه في الوقت نفسه ان هي اشتغلت على كل القطاعات. يعني مصر بتتميز انها حزبه اقتصاديه، حزم كتيرة، فاشتغلت على كل قطاع مستقل لوحده واشتغلت مع بعض في التوازن. هو كان هو ده الكلفة اللي كانت كبيرة جدا وكانت صعوبة يعني على أي حد إنه يعمل نفس الكلام ده. لما اتكلم عن النهاردة عن مشروع الصوامع، النهاردة الأزمة العالمية لسلاسل الإمداد والتوريد، وروسيا أوكرانيا اللي بتصدر تقريبا تلت إنتاج العالم أو تلت اللي ما يحتاجه العالم من قمح. كنا احنا النهارده كنا طبعا مش هيكفينا، احنا الحمد لله كان في بداية الأزمة كنا بنقول عندنا اللي يكفينا لحد نهاية ديسمبر. الكلام ده في شهر 2 كان الحمد لله عندنا اللي يكفينا نهاية ديسمبر. اللي موجود في الصوامع مع دخول الانتاج المصري كان في نهاية شهر مايو، فدوت هو اللي خلانا النهاردة في أريحية، ما اشتريناش بالأسعار المرتفعة جدا، بقت في أريحية. يعني لو أنا ما كنتش عملت كده من الآخر كانت تبقى مخازني فاضية بالظبط من الآخر. آه يبقى في أزمة، يبقى في أزمة بقى ونمر. يبقى أنا شغال يوم بيوم، وأنا شغال على المركب اللي بتيجي بالقمح، هو ده اللي احنا بنعمله، يتوزع على المخابز. يبقى احنا يوم بيوم. النهارده لما تحصل ازمه تحصل مجاعه. النهارده طيب. هو ده المخزون الاستراتيجي اللي اشتغلت عليه الدوله. يبقى ده لو ما كناش عملنا الصوامع والمشروع، لو ما كناش زودنا الرقعه الزراعيه بتاعتنا كان حصل ايه؟ يمكن دي معادله صعبه انتاجتها الدوله. انا عندي ندره في المياه وعندي مشكله في وعوره الارض اللي احنا مش عارفين نوصل لها، فيمكن هو في حاجه تسبق قبل الارض. الطريق اللي اتفرد شريان التنميه وصلت بيه لعمق الصحراء، عرفت فيه استغل الاراضي. النهارده انا يعني بقول لحضرتك في ندره مياه، النهارده بقت مصر بتستغل الاستغلال امثل لكافه مواردها، كل حبه رمل، كل نقطه مياه. النهارده استغليت، انتقلت من فكره التخلص الامن لمياه الصرف الصحي اللي كانت، او الصرف الزراعي او الصرف الصناعي اللي كانت بتحمل وزن الدوله اعباء ماديه بالمليارات، بالاضافه الى اعباء بيئيه تسبب تلوث المخزون الجوفي للخزان الجوفي او المياه البحر او الانهار. ده كله النهارده حولت دوت بالمعالجه اللي كلفت برضه مليارات الجنيهات في انشاء هذه المحطات. النهارده تحولت الى الاستغلال الامثل لكل نقطه مياه، تحولت من هذه النقطه الى بنقول زياده الرقعه الزراعيه. النهارده مشروع مستقبل مصر، دلتا جديده، انتقلت بمياه النيل والمياه مياه بحيره بحر البقر المعالجه الى تنميه الميه اللي كانت بتترمي اللي كانت زرعت بيها، زرعت بيها وزودت الرقعه الزراعيه ونقلت التنميه الى سيناء، الى قلب سيناء طالتها النهارده التنميه الزراعيه. فده كله ما كانش هيتحصل، وانا عندي ندره ومصر الناس العالم كله عارف ان عندنا مشكله في الميه. فيمكن النهارده يمكن استغلال الطرق وداني الى استغلال امثل للارض نفسها، الارض الصحراء الشديده الوعوره اللي ابتديت اصلحها النهارده وهيئها للاستثمار. ابتديت النهارده من خلال استغلال امثل للمياه ازود الرقعه الزراعيه، بقت النهارده بزود محصولي في القمح. يمكن سياده الرئيس بيكلف النهارده الحكومه باستعداد لموسم زراعه القمح
للموسم اللي جاي ان شاء الله المتوقع ان شاء الله. انا زرعت قمح وبنجر سكر وخضار وبطاطس وبزرع فول صويا وذره صفرة دلوقتي يعني. اكمل لحضرتك بقى، احنا كملنا من ده كده، ابتدينا نوجه الى تصنيع زراعي، ابتدينا نحيي، يمكن سياده الرئيس وجه الى احياء المشروعات القوميه او الصناعيه اللي كانت عندنا، شركه قها وادفينا اللي كانت عفى عليها الزمن واهلكت، تم اعاده احياء هذه اللي بنقول المارد القومي للتصنيع الزراعي. النهارده فكره يعني الامور هتتخلل جهود كتيره، منظومه القطن، منظومه القمح، منظومه الصوامع، الجهود اللي اتبذلت في الفتره القليله الثمان سنين ده اللي اتبذل فيهم ما يتبذلش في 30 سنه. يعني لولا الطرق ما كنتش زرعت او عملت مصانع، لولا محطات المعالجه ما كنتش عرفت ازود الرقعه الزراعيه بتاعتي، لولا الصوامع كان زمان مخازني فاضيه وعايش اليوم بيومه وعلى الله حكايتنا زي ما بيقولوا اليومين دول. ده على سبيل المثال يعني. صحيح، انا خليني اقول لك ان لولا ان يبقى في عندنا اراده وتتحقق، والاراده وتكون قابله للتحقيق، ما كل الناس قلت لنفسها تعمل، بس دايما بيشتغل على حته ويسيب الثانيه. الاراده، وهنقول برضو ان ايه فتره الثمان سنين دول كانت فترات الصمود والتحدي. الصمود من الشعب نفسه والتحدي حول قيادته وايمانه بمقدرات ارضه، مقدرات شعبه، مقدرات وطنه. النهارده اللي بيوصل النهارده، اللي احنا وصلنا له النهارده دوت، مخلينا الحمد لله احنا بنقول احنا احسن من دول كبيره بتعاني النهارده. مش لاقي احنا التضخم على الكل، ارتفاع الاسعار على الكل، لا النهارده الدول الكبيره اللي بنقول عليها اقتصاديات عظمى مش لاقيه ازازه الزيت ازازه للمواطن. طيب مش لاقي السلع. والله 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 وحياه النعمه اللي في ايدي، الانجليز رجعوا تاني يشتروا خشب عشان الحطب يدفوا بيه البيوت. والله اسعاره ارتفعت. الكلام ده اسعاره ارتفعت بالظبط، معدل التضخم في اسعار اسعار الخشب والحطب في انجلترا زادت جدا علشان ما عندهمش وسيله يعرفوا يعملوا بيها تدفئه منزليه تاني. يعني احنا بنرجع بقى لبدايات القرن العشرين واواخر القرن ال19 وما سبق. باستكمال الكلام حضرتك، احنا النهارده مصر بتستضيف قمه المناخ اللي ان شاء الله نستضيفها في الشهر الجاي. الدول العالم المتقدم اللي هي الاتحاد الاوروبي اللي كانت بتقلل الانبعاثات وبتتجه الى الطاقه الجديده، عايز اقول لحضرتك ان هي رجعت تاني لاستخدام زيت الوقود، زيت الحريق، واستخدام الفحم من جديد. فده كله النهارده الناس بتتخلى عن يعني بقول مبادئها عشان ازمه الطاقه العالميه النهارده. الحمد لله احنا في فضل كبير من ربنا طبعا، اللي من يتقي الله يجعل له مخرجا، عشان كده احنا في وسط الازمات ربنا خلق لينا مخرج. طيب لولا او لو ما كناش اشتغلنا على كشوفات الغاز في منطقه شرق المتوسط والمنتدى، ولو ما كناش عملنا زياده في ساعاتنا وقدراتنا التخزينيه لمنتجات النفط، هقول لك زي ما قالها سياده الرئيس كنا نبقى مطفيين. مطفيه مطفيه، ما هي هنجيب منين حضرتك؟ احنا نرجع بالذاكره شويه في الشتاء لما بيبقى فيه جو في نوى في البحر، كان بيبقى فيه بتترجم النوى على طوابير قدام مستودعات الانابيب، لان المركب اتاخرت في دخول ميناء السويس مثلا اللي جايبه البوتاجاز اللي هو المفروض هيتعبى منه انابيب البوتاجاز. النهارده الحمد لله ما فيش المشكله دي، النهارده الغاز وصل لكل البيوت، النهارده تحولت للغاز الطبيعي، استخدام الغاز الطبيعي في السيارات. فالمياه الاقتصاديه اللي كانت بعيده المنال عن التنقيب فيها او استغلالها استغلال الامثل ما كنتش هعرف اتوصل اليها الا بترسيم حدود. دايما بيبقى القياده بترتفع او بتسمع عن اللي موجود عشان تشوف اللي قدامها بالظبط. النهارده ما كنتش اعرف امكانياتي ايه او مياه الاقتصاديه ايه بدون ترسيم الحدود. وترسيم الحدود يعني حسن جوار مع دول الجوار مع الدول المتجاوره بالكامل. من خلال هذا برضو عاوز اقول لحضرتك برضو ان لازم يكون ليها جيش قوي يحمي مياهك الاقليميه ومياهك الاقتصاديه. من خلال هذا ابتدينا النهارده في استثمارات اجنبيه ابتدت تضخ، زي الشركات الاجنبيه، شركه ايني اللي نقبت في المياه العميقه. وعاوزين بس نقول للناس يعني ايه مياه عميقه، ده بينها وبين الشط في بورسعيد 200 كيلو في البحر، ده الحقل اللي احنا بنتكلم عليه عشان بس الناس ما تفتكرش ان هو على يعني هشوفه بعيني، ده 200 كيلو في البحر. النهارده وصلت اتوصل ليه، النهارده نقلني نقله، بقيت دوله الحمد لله من مصاف الدول تقريبا السادسه على العالم في تصدير الغاز. فالنهارده خطوه كبيره جدا. انا عاوز اقول لحضرتك قطاع الطاقه عامه، اننا قلنا مصر بقت محور اقليمي تبادل الطاقه. وانا من غير الطاقه دي كان ممكن افتح مصانع؟ ما احنا كانت كان المستثمر كان بيخرج، المستثمر كان عازف عن الدخول، اصلا مش لاقي اصلا كهرباء عشان كهربه البيوت ما كانتش موجوده. كنا بطفي مربع ومشغل مربع. مش هو ده اللي كان بيحصل قدام الناس كلها؟ مش ده كان الناس كلها لمساه؟ النهارده الحمد لله بقت فيه وفره وبصدر كهرباء. النهارده عملت ربط
كهربائي ما بين مصر والاردن وصلت لحد العراق، والنهارده برضه في ربط ان شاء الله مع دول اوروبا ودول افريقيا. النهارده ده جاي منين؟ ما هو دوت جهود اللي بذلت في خلال 8 سنين. الناس اللي بيتكلم النهارده اللي بيتكلم هو قاعد ويقول لك النهارده ما فيش مشروعات، ما فيش صناعه، ما فيش انتاج، لا فيه. امال ده كله منين؟ ده كله جه، كل ده جه منين؟ النهارده المشروعات الزياده الاستثمارات، انا بتكلم النهارده مصر جاذبه او واجهه جاذبه للاستثمار. هتيجي هيجي المستثمر منين لو انا ما عنديش طاقه وما عنديش بنيه تحتيه، ما عنديش طرق، ما عنديش مطارات، ما عنديش مواني، ما عنديش ربط بده كله؟ مصر النهارده بقت وجهه للاقتصاد الاخضر. لا ده ولسه. دكتور محمد نورت وشرفت، ودي مش هتبقى اخر الجايات، نتمنى ان احنا نلتقي كتير، وتنورنا دايما وتشرفنا، وانا استفيد وانا استزيد من علمك. كل الشكر ليك دكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كليه السياسه والاقتصاد بجامعه السويس. تعليق اخير قبل ما اخد بعضي واروح. واحد، هو احنا من 81 ل 2011 ما دورناش في الشرق المتوسط ليه وما طلعناش غاز لما احنا كنا جامدين وشطار قوي كده وجايبين الديب من ديلو ده ما انا بسرعه والله قبل ما كريم يخش لي ده، بس كده في السريع، ده حاجه كده ايه على الطاير يعني على طرف المعلقه. سؤال، طب السؤال اللي بعده، وهو احنا كنا ليه بنبيع المتر بجنيه لما كان ينفع يتباع ب 10,000؟ وادي العينه بينه، هو العاصمه الاداريه مثلا يعني. سؤال، طب السؤال الثالث، وهو لما كان ينفع في 30 سنه ان احنا نحلي ميه ونصلح ارض ونزود رقعه زراعيه ما عملناش كده في 30 سنه ليه؟ ما دي حاجه غريبه جدا جدا. الله، وعملت الصوامع ليه؟ لا بس هم كانوا عباقره، بص قيادات وطنيه من اللي قلبك يحبها. شوف، سيبك من كل الكلام ده، تثبيت سعر البنزين وتثبيت سعر الكهرباء وعدم رفع سعر تذاكر المترو ورفع الحد الأدنى للأجور ودم 400,000 أسرة جديدة لتكفل وكرامة وعلاوة استثنائية 300 جنيه ثابتة وليس لها مدة زمنية، صرف مساعدات استثنائية ل 9 مليون أسرة وضم 30 قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة وتقديم مشروع قانون للبرلمان علشان أزود حد الإعفاء الضريبي من 24,000 ل 30,000، يعني أزوده 25% زيادة عن أصله. دول 9 قرارات والمؤتمر لسه خلصان امبارح. سلامات.